بغي نقول للاخوه اللي كيتابعونا، اي شركه تدبير المخاطر في النقل ولا في المطار ولا في غيرها كنشترط عليها اول شرط هو تاخذ العمال اللي كاينين فيها. الشرط الاول، الشرط الثاني هو الخدمه، ما كنتخلاوش. وقلت لكم تمشيو تسولوا شركه النظافه تسولوا، فخضعوا لهم. وقع اللي وقع في الطريق، حاولنا نصلحوا مع شركه في الكرم، درنا عده محاولات، لا غنوا الاول الثاني الثالث باش صح. الله غالب وصلنا للباب مسدود مع شركة الكرامة، حتى وصلنا للمحاكم، حتى خضنا الفتوى القانونية باش نحيدوا، باش نقطعوا العلاقة مع هذه الشركة. مع وزارة الداخلية، مع السيد العامل، اشتغلنا بالليل والنهار باش نجيبوا حل لهذه الفترة هذه أكثر من سنة ونصف، سنة ونصف. لأن لا أحد يرضيها أن الإخوان ديالنا العمال، اللي حنا كنقول لك المجلس يشترط أنهم يكونوا، يمكنش نتخلاو عليهم. اشتغلنا باش وجدنا الحمد لله الحل. ودرنا الصفقة. وطلعت في شركه وطنيه، واتفقنا على المنظومه ديال 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 ديال, ديال, ديال على انه الاستثمار غياخذ 26 مليار، وغادي يدعمونا كيف ما دعموا الرباط والضربه، كيف ما عطاو دعموا الرباط والضربه 26 مليار، 13 مليار غتجيبها الشركه و13 مليار غنجيبوها احنا والمجلس الجهوي ووزاره الداخليه. المجلس الجهوي سابق على 5 مليار و200، بقات 8 مليار بيننا وبين وزاره الداخليه. فدرنا كل شيء، كل الخطوات قمنا بها، كل الخطوات قمنا بها وفق القانون وباستشارة محامين كبار، باستشارة محامين كبار ومع وزارة الداخلية قمنا بها. ودرنا دوزنا في المجلس المصادقة، دوزنا العقد في المجلس، ووصلنا للتمويل. فالتمويل منذ حوالي 8 أشهر نحن ننتظر الموافقة. أنا كثرش التفاصيل، دائما أنا أتعامل بإيجابية، نسأل الله أن يفرج هذا المشكل هذا على العمال وعلى أبناء مدينة القيطرة. وكنت من يتعجل به ونتمنيت تلقى له شي حل كما وجد الحل للرباط وللدار البيضاء. ولكن كمحب جميع المحبين كنقول للجميع الان اللي يردوا على قلبه باش يمكننا نتعاون، وانا هذا ندائي ان الجميع يدير يد الله، حيت هذا الشيء لا يكفي فيه الكلام، حيت يمكن تجلس في القهاوي ودير اللي بغيتي ودير البرنامج اللي بغيتي، ولكن خص اللي نوض يخدم بالليل والنهار ونتعاونوا باش يمكن لنا نعالجوا الاخطاء التي وقعت. وانا اؤكد لكم الجماعه لا علاقه لها بما وقع. هذا بعد اللي بغى يدير شي شهره سياسيه كيتكلم على هذا الشيء، وبالتالي الدعم المطلق لهذا الفريق، ونتمنى احنا الامكانيات باش ندعموا حتى الفرق الاخرى ان شاء الله. طبعا نتحدث عن المجلس المقبل ان شاء الله، اكيد لا اكيد غادي يكونوا، لما كانت عندنا الاغلبيه راه غادي نكونوا في المجلس. لما جينا تحملنا المسؤوليه جلسنا مع عمران واعدنا النظر في تركيبه تلك التجزئه كامله. كل مره كنجلسوا مع عمران وكنتحاسبوا معاها. وانا ساطلب منك ان تقوم بتحقيق وانت تعرف الحقيقه، باقي عاقل على الكتابات ديالك اللي درتيها عليها. بغيتي نخرجوها نخرجوها. انت اول واحد درتي كتابات على بزاف كيفاش تباعوا البقع، ما عرفتش علاش بدلتي الراي ديالك. انت اول واحد من الناس اللي كتبتي عليها واحتجيتي على ما وقع. فكنتمنى دير لائحه ديال من استفاد. دافع كما تقول. من استفاد، اسمع مزيان. درنا التركيبه. والحمد لله انهم اللي عاودنا التركيبه، يمكن غنفاجئك. راه يمكن غيكون كثر هذا الشيء الفائض، لان عودنا التركيبه وكنديروا صفقات الحمد لله يشهد بها الجميع ديال البقع المتبقيه وخاصه المرافق، وكنجيبوا احسن الاثمنه. غنفاجئ غيكون كثر، والحمد لله اللي طاحت فيه الدينا. والحمد لله اللي طاحت فيه الدينا، كما كيقولوا كثير من القنيطرين، ولينا كنشوفوا فلوس القنيطره كيف كاينه، ولينا كنشوفوها في الطرقان وفي الساحات وفي الاناره. الحمد لله اللي طاحت، والشعش القنيطره تقوا فينا. اما ما تبقى، اما ما تبقى كاين تجزئات اللي فيها مرافق تجاريه كنديروا لها صفقات، وكاين تجزئات اللي باقي فيها دي ليتيج، لان الناس ما حيدوش البراك ديالهم، ما حيدوش لان باقي معاهم في المحاكم براك. وكاين بقع ديال الناس اللي درنا لهم الافراغ في بعض الادارات، اما موظفين اما كارين الجماعه، فتدر لهم الافراغ وفي اطار التوافق يعوضون في تلك التجزئه الشفافيه الكامله. والحمد لله اللي طاحت في الدين هذا المجلس اللي دبرها احسن ما يرام، وما كانش كيتوزعوا البقع في المقاهي. يعني هذا العرض حول حصيله 6 سنوات من التدبير في جماعه القنيطره، الذي يمكن ان اقول ان القنيطره اليوم ليست القنيطره ديال 2015 وليست هي القنيطره ديال 2010. الحمد لله تشرفنا بان نقود عمليه التنميه في مدينه القنيطره مع كافه المتدخلين، بدءا بالسلطات، بالقطاعات الوزاريه، بالمؤسسات، بالقطاع الخاص اللي وضع الثقه ديالو في مدينه القنيطره، بجمعيات المجتمع المدني الذين ساهموا بفعاليه كبيره جدا، بالمواطنين الذين يلحون ويطلبون ويشتكون ويحتجون، الجميع ساهم في هذا التحول،
ولذلك أصبحت الآن مدينة القنيطرة الحمد لله قبلة للاستثمارات كثيرة في مجالات متعددة، أصبحت قبلة أيضا للسكن لفئات كثيرة، وأصبحت الأمن تعرف الآن توسعا عمرانيا عصريا الذي يستجيب لحاجية مدينة القنيطرة. فأعتقد بأن المرحلة المقبلة ستشهدون بناء على ما تحقق ثورة تنموية أكبر مما تحقق، لأننا وضعنا الأسس، وقع التحول، وقع التغيير في مجال التأهيل الحضري، في مجال المرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية، في المجال الاقتصادي، في مجال البيئة والصحة، في مجال الحكامة، في مجال يعني الخدمات، وهذا الحمد لله كيبين على التعاون الحاصل بين كافة المتدخلين. وأشكر مرة أخرى الموظفين والعاملين الذين ساهموا بجهد معتبر.